أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقائنا مع الطبق الرئيسي. إحنا اليوم حنعمل صنف كتير لطيف مميز، الكبار والصغار بيحبوه. حنعمل روستو الدجاج المحشي، نشوف مع بعض المقادير. روستو الدجاج المحشي: 4 كوب أرز قصير الحبة، 2 كيلو دجاج، ملعقة كبيرة بهار مشكل، ملعقة كبيرة قرفة، 2 ملعقة صغيرة هيل، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة زعفران، 6 ملعقة كبيرة زيت، 300 جرام لحم مفروم، 2 حبة متوسطة بصل مفروم، 6 فص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل أخضر مفروم، 5 كوب ماء أو مرق، 1 كوب مكسرات مقلية. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي هنعمله اليوم زي ما قلنا عبارة عن دجاج محشي. الدجاج دائما من الأصناف اللي الكل بيحبها. احنا هنستعرض سوا المكونات اللي عايزين نشتغل فيها اليوم، والوصفة اليوم هتبقى شوية عنا مختلفة عما احنا متعودين عليه. حبيت أعملكم شيء شوية جديد. عندي هون تشكيلة من المكسرات مقلية: صنوبر، كاجو مع فستق حلبي مع لوز، اللي موجود عندكم بتقدروا على حسب الصنف اللي انتو حابينه. هخليه على جنب، انا هستعمله على مرحلتين، المرحلة الاولى في الحشوة والمرحلة الثانية للتقديم. هبتدي خطوة الاولى في وصفتنا، هجهز شوية بهارات. عندي هون بهار مشكل وشوية كركم، الكزبرة الناعمة. طبعا البهارات دائما بنقول البهارات على حسب ما بترغبوا، بتقدروا تستعملوا منها اللي بتحبوه، ولكن برضو بنقول دائما أنا اقتراحاتي على حسب ما أنا بجرب لكم الوصفة. إذا حبيتوا تستعملوا نفس التشكيلة اللي أنا عم بقدمها، عم بحطها للملح وعم بحط القرفة، نكتر شوي قرفة لأنها عم تعطينا الطعم المميز لهذا الطبق. وعندي شوية الهيل المطحون، هاخد شوية زعفران وفتتهم، يبقى عندي هلأ خلطة البهارات أصبحت عندي جاهزة. هحرك البهارات لغاية ما تختلط هيك مع بعضها، وأقسمها إلى جزئين. الجزء الأول هحطه مع الرز، والجزء الثاني هنشوف هلأ كيف بدنا نستعمله. نبتدي نجهز الرز. هحتاج كاسرولة أو جدر حسب ما بتحبوا تسموه. هسخن شوية زيت، بس الزيت هون بدي إياه يبقى كتير شوي لأنه حطبخ فيه الرز، فمش مجرد معلقة أو اثنين، حاولوا تكتروا شوي. هبتدي أضيف اللحم، عندي لحم مفروم، هشوح اللحم لغاية ما يدبل عندي أو ينشف قصدي على الآخر ويتغير لونه. هنشوف مع بعض هلأ كيف حيبقى شكل اللحم. طبعا أنا مش مهم عندي هلأ 100% يستوي، ولكن بس يتغير اللون، ما بياخد أبدا مني وقت، على طول بنلاحظ كيف لونه اتغير. ما في داعي أني أنشفه 100% لأنه هذا اللحم أنا مش هطبخه كطريقة الطبخ اللي بنعملها اللي هي اللحم المقلب، لا أنا هطبخه مع الرز، فما تغلبوا حالكم في إعطاء وقت لتجفيف اللحم على الآخر. هضيف هلأ البصل المفروم ونكتر بصل هيك، لأنه هيك بتبقى طعمها كتير لطيف الحشوة مع البصل. هقلب البصل، وهحتاج أضيف فصوص الثوم المهروس مباشرة على هالخلطة هذه كلها. إذا بتحبوا تستعملوا هرس الثوم بهذه الطريقة كتير مريح، وفي ناس بيقولوا لي منال لا إحنا لسه ما زلنا بنحب ندق الثوم دق بالهاون، ما فيش مشكلة، على حسب الطريقة اللي بتريحكم، بس هذه الطريقة كتير مريحة. وأصبح في السوق عندنا أشكال وألوان من أدوات أو الأداة، هاي بنسميها أداة يعني اللي هي هرس الثوم. فالمهم أنكم تأدوا غرض اللي بدكم إياه بشكل مريح. هلأ البصل مع الثوم خليه هيك يتحمر شوي عشان يعطيني طعم.
ما بدي أضيف الرز هلأ، بس شوي يصير عندي طعم البصلة متحمر. نتكلم أثناء ذلك عن الرز. أنا عندي هون مقدار الرز، أنا عندي هون رز قصير الحبة اللي هو بنسميه الرز المصري. بيكم تستعملوا هذا الرز بمشي الحال، حابين تستعملوا رز أمريكي بمشي الحال. البسمتي ممكن تستعملوه ولكن حيتكسر معنا، ما حيستحمل يعني. يعني أفضل أنا أنكم تستعملوا، ما بدي أقيدكم، ولكن هذا بيعطيكم نتيجة أفضل. يعني حضيف هلأ زي ما قلنا نص كمية البهار على خليط الحشوة، ممكن نزود كمان شوي. حضيف شوية فلفل أسود، وأشوح. هلأ الحشوة عندي أصبحت جاهزة رائعة، طعمها وريحتها كتير لذيذة. ببتدي أضيف الرز، أبتدي أقلب. ريحة الخلطة رائعة جدا، وهذه الحشوة هي اللي أنا هستعملها لطبخ الدجاج. حضيف هلأ مقدار المي، مش كله، أنا بدي هيك نطبخ نص طبخة. وانتظر لحوالي 10 دقايق بس ألاقي إنه الرز اتشرب، بوطي النار تحته. حبتدي هلأ أجهز الدجاج. عندي في الأول شوية فلفل ممكن أحطهم على الحشوة، فلفل قرن، فلفل مفروم، هذا إضافة إذا حبيتوا تجربوا. وححط شوي من المكسرات. الحشوة عندي هلأ جاهزة زي ما قلنا نص سوا، وحنشوف بقية الرز إيش حنعمل فيه. وبقية البهارات بتتذكر قلنا مش حنحط كل البهار مرة واحدة، حبتدي أوزعه على الدجاج بهالطريقة في الداخل وفي الخارج. وأبتدي أخذ الحشوة، هحركها وأقلبها بإيدي بالطريقة هاي، وأبتدي أخذ، مش ضروري ولا معلقة ولا شيء، بإيدكم، وأدخلها في داخل الدجاج بهالطريقة هاي. لاحظوا كيف أنا عم بمليها، ما عندي أبدا أي قلق من شيء. خلوا بالكم أنا إيش حامل هلأ، ما في داعي لأني أقفل ولا أربط ولا أي شيء. عندي هلأ هون طبق فرن برضو قريب جنبي، هاخذ الدجاجة وأحطها في طبق الفرن. نبتدي هلأ نجهز الخطوة الثانية للطبق. أنا الرز زي ما شفتوا إحنا أخذنا كمية بسيطة من الحشوة، حنوزع هلأ بقية الحشوة جنب الدجاج. طبعا الحشوة هاي ما استوت 100%، حنوزعها بالطريقة هاي في كافة الأطراف على حسب حجم الطبق اللي عم تستعملوه. إن شاء الله هالوصفة بدأت تكون واضحة عندكم، عشان هيك أنا سميته روستو دجاج محشي. حضيف هلأ قليل من المي، مش كتير، خلوا بالكم لأنه الرز يعتبر كأنه 3/4 سوا، خلص حوالي نص كوب من المي. هغطيه بورق الألمنيوم فويل، أو إذا كان الطبق عند له غطاء، في بعض الأطباق ببقى لها غطاء بالشكل هذا. وأدخله الفرن على درجة حرارة 160. خلوا بالكم درجة حرارة منخفضة شوي، عشان أنا بدي الدجاج يستوي، لأنه الدجاج ني. إحنا الرز عندنا صح 3/4 سوا، ولكن الدجاج ني. درجة حرارة 160، أسيبه لمدة ساعة. بعد هيك بشيل الغطاء أو الورق وبخليه يتحمص هيك ويأخذ لون ذهبي خفيف، وأختبر نضج الدجاج إذا كان جاهز أو لا. زي ما قلنا فيني أدمه زي ما هو، وفيني أنقله لطبق سفرة للتقديم. خلينا نشوف مع بعض طريقة تقديمه. قلبنا اللحمة بالزيت، أضفنا البصل والثوم وشوحناه مع اللحمة، أضفنا نص كمية البهارات والرز والمي، وطبخنا الحشوة، وزعنا بقية البهارات على الدجاج، حشيناها بجزء من خليط الرز، حطيناها في طبق الفرن ووزعنا حواليها بقية الرز ودخلناه الفرن. روستو الدجاج المحشي، 4 كوب أرز قصير الحبة،
2 كيلو دجاج، ملعقة كبيرة بهار مشكل، ملعقة كبيرة قرفة، 2 ملعقة صغيرة هيل، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة زعفران، 6 ملعقة كبيرة زيت، 300 جرام لحم مفروم، 2 حبة متوسطة بصل مفروم، 6 فص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل أخضر مفروم، 5 كوب ماء أو مرق، 1 كوب مكسرات مقلية.